بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة والتي نسجلها من دار عبد الرحمن بن حلوان الأثرية والكائنة في مدينة ثيثيا التابعة لإقليم الوشم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في مجلس الراوي. وقصة اليوم جرت على الشاعر علي بن عبد الرحمن أبو ماجد رحمة الله عليه، من شعراء مدينة عنيزه المشهورين والمعروفين. له ديوان مطبوع اسم الديوان مظلوم، ويبدو أن الديوان ما يعني في الآونة ما أنا بشوفه يعني كثير في المكتبات، يمكن يحتاج إعادة طبع ولا شيء. وهو من أبرز الشعراء وخاصة في مجال الرد، مجال شعر القلطة. علي أبو ماجد في عام 1376 هجري كان يسكن في مدينة الرياض، وكان سكنه بيته ساكن بيت شعبي في حلة القصمان. حلة القصمان معروفة أنها شر زي البطحة هالحين، البيوت الشعبية اللي أول ما نزلوها سمونها حلة القصمان لأن أغلبها كلها قصمان ووزعت عليهم وسميت بهالاسم حلة القصمان. معروفة فيها مسجد نقيز وفيها يعني بعض المحلات اللي يعني خذت شهرة ومعرفة. الله الله. كان جنبه في السكن جاره واحد قال له اعتيقان بن بريك، جار لأبو ماجد. أبو ماجد عزوبي، وحتى ابن بريث ظاهر أنه بعد عزوبي، لكن يوم جاء يوم من الأيام ويشب حريقة في بيت عتيقان، هذا شبت حريزة، وده اللي يصيح يصيح الجاره اللي هو علي أبو ماجد، هو جاره، يا أبو دحيم يا أبو دحيم تكفى يا أبو دحيم، كلتنا الله، ويصيح عليه مع السطح من فوق. والضو والله يكفي شرها، عدو لمنها شبت في غرفة ولا في زل ولا في فرش ولا شيء وعلزت، خلاص يتبغور الواحد ما عاد يعرف وش يسوي، ما يدري يطفي منه ما يدري يطفي، تقمز الضو من متان المتان. الحاصل اللي علزت فيه الضو في بيته مسكين، وعلزت في الخشب وفي الغميات وكذا، وده اللي يصيح. ومن أول السكيك هذه اللي فيها الحارات هذه ضيزة ما يدخل تدخل فيها السيارات ولا تجيها، فنخى علي أبو ماجد اللي هو أبو دحيم، قال تكفى يا أبو عبد الرحمن الضو كلتنا والضو عدو، اركض يا علي أبو ماجد وتحزم، ويجيب هكا الجدر ويملاه ما ويجيب الثاني، والمهم ويفادي بعمره، يطب في الضو ويطفي ويحاول مع استبسال أبو ماجد وركضه ويعني وحرصه. حتى هو علزت فيه الضوء، وانت يا ابو ماجد علزت فيه كثير، وعلزت في ثيابه وفي جسمه، ما يدري يطفي اللي في ثوبه، ما يدري يطفي اللي في ستوفه اللي في ظهره، علزت فيه الضوء واثرت عليه واثرت لهبته مع جسمه، اخذت كثير من جسمه. الحاصل انه ما ترك الفزعه الا لين طاح، انت يا ابو ماجد طاح بين الحياه والموت. جو الناس عاد الجيران منه ومنه وفزعوا وطفوا الحريز اللي في بيت عتيقان هذا، وطلع عتيقان، لكن أكثر من تأثر علي أبو ماجد، هو اللي تأثر، فاز على الجارة. وش يسوي جاره؟ جاره لحق، لكن شالوه لأن كان رجال يعني جسمه كبير وضخم شوي متين، ويمكن يصير بطيء الحركة، وهاللي هذه خلت مضت منه الضوء. المهم شالوه ودوه المستشفى الملك سعود، حطوه في مستشفى الملك سعود، وقعد يمكن حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر وهو مغير يعالجون جلده، لا طابت الجهة انبخت الجهة الثانية، وتخبرون الضوء الله يكفي شرها تنبخ في الجسم، يغذي الجسم الجلد حمر، ويعالجونه ويعالجونه ويعالجونه. زودا على هذا الضوء لحزت البيت علي أبو ماجد وشبت فيها، شبت في بيت علي أبو ماجد، ولأبو ماجد
عنده بعض الغريضات وعنده بعض الأمائن، بحيث أنه يعني في بيته له ملك البيت، فيه ناس من جماعته من ربعه مودعين عنده، اللي مودع عنده معاش، واللي مودع عنده أو حرمة مثلا من جماعتهم حاطة عنده أمانة شيء كذا، كل هذا ذات له. الحاصل أنه أن أن أنه عقب ما طاب، عقب 3 أشهر أو 4 أشهر، جاءوا يوم ناظر تفقد البيت، ولا والله إن البيت لا ما أكلته الضوء كله، وأكثر ما أكلت الغرف واللي فيها الأثاث، من الأثاث هالشناط اللي فيها شنطته اللي فيها الأماين والودائع اللي محطوطتن عنده لهالناس. وش يسوي؟ وش يحسب؟ وجد مضى على الموضوع أكثر من 4 أشهر. فقام وكتب القصيدة هذه، قال القصيدة هذه وموجهها الرجل يعني عظيم من الأخيار، يعرف أنه يعني يحاول أنه يفزع معه، ويحاول أنه لو يغطي بس يعني بعض الديون اللي في ذمته لهالناس أهل هالأماين اللي عنده. فقال القصيدة هذه هي تعبر عما حس به أبو ماجد وما جاه من الضيط. ويقول في مطلع القصيدة علي أبو ماجد رحمة الله عليه، يقول ونيت ما ونيت من سعه من ضيط، خطر تفتق من ونيني الجنوبي. ونيت ما ونيت من سعه من ضيط، خطر تفتق من ونيني جنوبي. أجرها في كل مقدر ومطيط، وابصم إلى من العرب فكروبي. من شانها ولفت روس الشواهيد، من الشروق إلى حلول الغروبي. أفهز التكة عن الصدر تفهيد، ونطح القلب الحريز الهبوبي. لولاي من سكرات الأفكار ما فيك، لولاي من سكرات الأفكار ما فيك، يمدين أسوي منكر في جيوبي. بل ليل لا جالس ولا أرقد ولا ليد، سني على كل الجهات محجوبي. الله الله، ما غير قطع بطوال الطواريد، مالي لزوم إلا بشتي وثوبي. ما أقدر أكسر جوهر بالصناديد، وذرع على كل الهبايب حبوبي. لقصة مضمون هيب سريد، شواهدة منها وعنها تنوبي. العام بيتي، يمكن ما قال القصيدة عقب ما دخلت السنة الجديدة، ولهذا قال العام. العام بيتي جنب مسكن سواويت، والكل منهم في محله عزوبي. شبت بهم نار وصاحة ومحاريت. تدرون ليش قال سواويت؟ لأن اعتيقان هذا راعي البيت، عياله 2 يسوقون، وعنده ناس يسوقون بعد، ويعرفهم انهم اكثرهم سواويز، عشان سنذكرهم. العام بيتي جنب مسكن سواويز، والكل منهم في محله عزوبي. شبت بهم نار وصاحه ومحاريق، يا ابو دحيم وقمت يوما تخوبي. واسعفتهم وانا عيوني مغاريد، واطفيتهم لا شك هم ولعوبي. الله الله، نار اللهبها طوق البيت تطويق، أنا وقشي وانشدلي جنوبي. مع مبلغ، يعني الفلوس الأمانات اللي عنده، مع مبلغ بيني وبين المخاليد، ناس عطون حقوقهم وثقوبي. أماين لهل الجباه المعاريد، ما هي تجاير سيف ستر عيوبي. هذا جرى شرحه بعد كل تحقيق، يشهد علي المطلع بالغيوبي. ذي حصتي ذي قصتي وانت عشيت، للقصة هلي ما وراها كذوبي. هالبيت ذكر في القصيدة انه موجهها لشخص كريم، طبعا ما جاء باسمه، لكن موجهها لشخص كريم يبيه عشان يعني يساعد في تسديد هالديون اللي عليه، واللي اثرها واللي خسرها بسبب هالحريق. ولهذا يقول ذي حصتي ذي قصتي وانت عشيت، للقصة هاللي ما وراها كذوبي. واختامها بالخير حفلة وتصفيق، بزك صلاة ما تحدث عجوبي. على نبي روق الدين ترويق، وضح لنا الخطة وقصة دروبي. ولال والأصحاب رغبة وتصديق، ما هل هتاف السحاب السكوبي. الله الله، قال القصيدة هذه ونصاها الرجل الكريم اللي هو منصه إياه، لأن الرجل الكريم هذا ما يبي يعني اسمه يطلع، يبي يفعل الخير ولا يبي أحد يدري عنه. وهذا دائما شأن الرجال الأخيار،
يعني لا حسوا بقصة مثل هذه. الناس فيهم خير، أهل الأموال ما هو كلهم، بعضهم يعني فيهم خير وفيهم فزعة اللي يجي كارثة مثل هذه. فهو يوم يقول القصيدة واثق من يبي يوصيها، من يبي ينصيها، وموجهها للشخص اللي يهقى منه أنه يعني وده أنه يكسب الخير ويكسب الأجر فيه، وفي نفس الوقت يسدد عنه اللي علز في ذمته من الديون. فالحقيقة دائما أهل الخير اللي يعني يقضون مثل الأشياء هذه، أو مثل يعني يساعدون في مثل هالأمور والمصائب اللي تجي، يعني قضاء وقدر، ما هو بهواهم. جاءت المصيبة دي قال الحريق، هذا قضاء وقدر، والحمد لله إن لفك الأرواح بعد منها. لكنه نص القصيدة لشخص يعرفه ويجزم أنه يبي يسدد عنه ولا يبي اسمه يطلع. دائما أهل الخير ما يبي أساميهم تطلع، فهو وجهها له ولا قصر عنه، ساعده. ولهذا وثق أبو علي بن عبد الرحمن أبو ماجد هالقصة بالقصيدة هذه. يعني لولا هالقصيدة إنسان وش يدري الناس عنه من شاب في بيته حريق ولا. وحتى محدد إن التاريخ في عام 1376، ذيك الحين كل الدنيا كل الناس توه منشاهم من ضعف من أول، ما عندهم شيء. لكن الأجواد ما ينقطعون، دائما الأجواد ما ينقطعون، وأهل الخير واللي عندهم والجيران وسكان المملكة عموم لله الحمد كلهم فيهم خير وفيهم. حتى الواحد يفزع باللي عنده إذا صارت مثل هالمصيبة هذه أو الكارثة بين الجيران أو بين أو عند أحد من الأقارب. هذا وقت الفزع وهذا وقت الطيب، وهذا الشيء اللي يكسبون فيه الهجر، وهذا اللي يبقى لهم من أعمال الخير. وفيه قصص مثلها يعني تجري على الناس، مثل يعني مثل في وقتنا الحاضر، يعني يجب على الرجال اللي فيه خير ومن الأسرة ومن الحمولة إلى سمع يعني وش يعادل هالقصة. هذا في وقتنا الحاضر مثلا أنت تعرف ولد خال لك ولا ولد عم لك ولا ولد أخت أنت خاله، وهو طالب توه صغير مع السيارة، حصل لها مثلا دقشة ولا صدمة ولا خراب، وتعرف أن هذا طالب ما عنده غير راتبه اللي يجيه من الجامعة أو يجيه منه، يا الله يشتري به دروس ودفاتر وأشياء واللي يبي. فإلى ساعده مثل زريبة خاله عمه، ساعده بستر وقال يا ولدي تعال وش أنت خسر وش اللي أنت تبيه ساعدك في السيارة هذه، عشان يساعده على شؤون حياته ويسفهل للولد ولا يضيق صدره. ولا يعني دائما أكثر الشباب مسكين تخرب عليه السيارة وحوله ناس من أقاربه ما يفزعون له، وهي تلقاها المسألة بسيطة. لو راح معه وده العميل يعرفه وقال صلح سيارة الولد وفزع معه وشوف وش اللي أنت بي، هذه عمل طيب. يمكن لو تعطيه بيده في وقت من الأوقات قال ما الله مالي فيها حاجة، لكن إذا دريت عنه ورحت بستر ولا ناديته قلت تعال يا ولدي وش اللي أنت خسرته، هذه خذ 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 هذه وأنا أبوك تعاونك في قطع الغيار في ذا. هذه دائما ترى كثير من الناس يغفلون عنها، ولهذا حبيت أنوه لها. أرجو أن ما قدمت في هذه الحلقة يحوز على رضاكم وإعجابكم، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى إن شاء الله.